من أكثر من 20 سنة وسعر صرف الليرة اللبنانية مستقر على عكس الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد. استقرار أضفى ثقة بالوضع النقدي اللبناني. عنوانه حاكم مصرف لبنان رياض سلامي. فلولا سياسته شو كان صار بالوضع النقدي في لبنان؟ سؤال حملناه إلى من عرف سلامي وعمل معه. قبل ما أجي على الميدل إيست اشتغلت مع الحاكم رياض سلامي كمدير للأصول المالية والعقارية. من وقتها الحاكم بيعمل أشياء استباقية واحترازية، ما بينطر ليصير مشكل ليوقع فيه، لأنه بعالم المال والنقد لما بتصير القصة بتروح الثقة الدنيا كلها ما بتعود تعمل شيء. كل يلي بحبه يلي بيكرهه اسمه مرتبط بالثقة. بدليس شو كان دوره؟ الطريقة اللبنانية، هو رئيس الأركان وأنا قائد الجبهة، هذا دوره من الإيست. كرئيس مجلس إدارة شركة كازو لبنان، استقرار العملة اللبنانية هي بمثابة خلاص للشركة، لأنه كل المعاشات بالعملة اللبنانية وكل المدخول للشركة كمان بالعملة اللبنانية. كمواطن أنا بفتخر أنه عملتي هي مستقرة رغم كل الحوادث اللي موجودة، وبعطي مثل ليرة التركية شو صار فيها ولا تزال، رغم أنه بفتلة بعتقد بين 20 و30 مليون سيح بالسنة. هالاستقرار بالعملة اللبنانية هو أهم شيء، وهذا اللي محافظ أنه المجتمع اللبناني بعده متماسك رغم كل هالمصاعب الاقتصادية والسياسية اللي بعيشها البلد. القطاع المصرفي بلبنان هو أفضل ما فيه لبنان على الصعيد الاقتصادي اليوم، هو القطاع المصرفي. والقطاع المصرفي اكتسب سمعته الدولية نتيجة إداء المصارف ونتيجة أيضا نجاح السلطة النقدية، سواء كان على صعيد التشريع والتعميم أو على صعيد الرقابة. أيضا نحن كان عندنا حاكم مبادر، في بعض الأحيان خاض حروب استباقية للحفاظ على الاستقرار النقدي، وبالتالي قدرنا نحفظ قيمة الليرة اللبنانية، ولكن هذه المرحلة يجب أن نتخطاها لنعود إلى مرحلة الاستقرار السياسي ومرحلة البناء. السياسات الاستباقية اللي قام فيها مصرف لبنان خلال هالسنوات العدة جنبت لبنان أزمات كبيرة، منها بال2008 مما أدى إلى استقرار سعر صرف الليرة، والأهم إلى استقرار اجتماعي مهم كتير بالبيئة اللبنانية. سياسة مصرف لبنان لم تقتصر على دعم الليرة اللبنانية، بل عملت على توجيه السيولة لدى المصارف لدعم قطاعات اقتصادية عدة عبر برامج تمويلية، ولا على الأبرز كان البرنامج الإسكاني. هلأ من أهم البرامج التمويلية اللي أمنها سعادة الحاكم للاقتصاد، أولاً فينا نحكي عن برامج التمويلية لدعم الطالب اللبناني الجامعي. عنا القروض الإنتاجية اللي مدعومة من الدولة، في عنا مثلاً القروض البيئية. في 2009 أطلقنا التعميم الشهيري والتعميم 185 لدعم باقي القطاعات التي لا تستطيع الاستفادة من دعم الدولة للفوائد المدينية. أطلقنا مؤخراً برنامج جديد لدعم تمويل مشاريع الإنتاج السينمائي والتلفزيوني. يضاف إلى ذلك أيضاً مشاريع تانية بتتعلق بتحفيز الستارت أبس. سيذكر التاريخ أنه رياض سلامي من خلال التعميم 331 حط حجر الأساس لإطلاق طاقات لبنان الحقيقية باقتصاد المعلومات، وخلق فرص عمل لآلاف الشباب والشابات، وسمح لهم أنه يبنوا حلم داخل بلدهم على أنه يهاجروا كرمال يبنوا برا.